مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف الحادي عشر علمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء ودروس الفصل الدراسي الأول، وما زلنا في دروس الوحدة الثانية عن تركيب الخلية ووظيفتها الأغشية والنقلة. موعدنا اليوم أن نستكمل الدرس الثالث في هذه الوحدة عن التنظيم الأسموزي في خلايا النباتات والحيوانات. في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب، يجب أن تكون قادرا على أن تعرف المقصود بفرق جهد الماء، وأيضا أن يعدد أنواع المحاليل بالنسبة لفرق جهد الماء، وأن يفسر سلوك الخلايا في المحاليل المختلفة. لدينا مجموعة من المصطلحات مثل جهد الماء ومحلول منخفض التركيز ومحلول متساوي التركيز ومحلول عالي التركيز وفرق جهد الماء. في البداية عزيزي الطالب، ما المقصود بفرق جهد الماء؟ للإجابة على هذا السؤال، افتح كتاب الطالب صفحة 103 واقرأ الفقرة الأولى. عزيزي الطالب، ما المقصود بفرق جهد الماء؟ عندما تم استخدام المجاهر للمرة الأولى في الأبحاث العلمية وقام العلماء بفحص الدم، لاحظ العلماء أن خلايا الدم الحمراء عند وضعها في المياه النقية يزداد حجمها ثم تنفجر. ما سبب حدوث هذه الظاهرة؟ السبب هو اختلاف جهد الماء بسبب تركيز الملح أو تركيز الذائبات الأعلى في داخل الخلية. داخل خلية الدم الحمراء يوجد تركيز ذائبات أعلى في المحلول، بينما خارج الخلية يوجد مياه نقية. الماء النقي جهده صفر، والمحلول الذي يحتوي على ذائبات يكون جهده وقيمته سالبة. إذن جهد الماء مرتفع في الخارج حيث المياه النقية، بينما جهد الماء داخل الخلية منخفض، فيتدفق الماء دخولا إلى داخل خلايا الدم الحمراء بمرور الوقت، ويزداد الضغط بداخلها على الغشاء الخلوي ثم تنفجر. كما قلنا عزيز الطالب، يتدفق الماء المقطر إلى الخلية في اتجاه الوسط ذي التركيز الملحي الأعلى إلى أن تنفجر الخلية. إذا أردنا أن نحافظ على شكل خلايا الدم الحمراء، تحتاج خلايا الدم الحمراء تحديدا إلى محلول كلوريد الصوديوم 0.85 للمحافظة على حجمها الطبيعي وشكلها القرصي. ما السبب في هذا عزيزي الطالب؟ لأن هذا المحلول يحتوي على نفس تركيز الذائبات داخل خلايا الدم الحمراء نفسها، مما يؤدي إلى تساوي معدل دخول وخروج الماء داخل هذه الخلايا، مما يحافظ على الضغط داخل هذه الخلايا ويحافظ على شكلها الكروي. انظر عزيزي الطالب إلى ما المقصود بفرق جهد الماء. هو الاختلاف في تركيز المحاليل، الاختلاف في تركيز المحاليل على جانبي الغشاء شبه المنفس. فرق جهد الماء لا يتأثر إلا بالمذابات التي لا يمكنها عبور الغشاء. إذا كان هناك مادة ذائبة في المحاليل ويمكنها أن تعبر الغشاء، فهذه المادة التي يمكنها أن تعبر الغشاء لن تؤثر على فرق جهد الماء، لأن هذه المادة تتحرك ولا تؤثر، تتحرك عبر الغشاء ولا تؤثر على جهد الماء على جانبي الغشاء، وبالتالي لا تؤثر على فرق جهد الماء على جانبي الغشاء. المواد المذابة التي يمكنها أن تعبر الغشاء لا تؤثر في فرق جهد الماء. لماذا؟ لأن هذه المواد المذابة يمكنها أن تتحرك بسرعة حتى يصبح تركيزها متساويا، فهي سوف تنتقل عبر الغشاء بنفسها حتى يصبح تركيزها متساويا، ولا يصبح لها تأثير من حيث فرق جهد الماء على جانبي الغشاء. أنواع المحاليل بالنسبة لفرق جهد الماء بين المادة المذابة في داخل الخلية والسائر المحيط، يمكننا أن نقسم المحاليل التي يمكن أن توضع الخلايا فيها إلى ثلاثة أنواع. يوجد المحلول منخفض التركيز، ويوجد المحلول متساوي التركيز،
ويوجد المحلول العالي التركيز. ما الفرق بينهما؟ المحلول منخفض التركيز له تركيز أدنى من التركيز داخل الخلية، تركيز المذابات في هذا المحلول أقل بكثير من تركيز المذابات في المحلول داخل الخلية، بينما المحلول المتساوي من اسمه له نفس تركيز المذابات الموجود داخل الخلية، بينما المحلول العالي التركيز له تركيز أعلى، له تركيز أعلى من حيث المذابات، أعلى من تركيز المذابات في داخل الخلية. دعونا نأخذ كل واحد من هذه المحاليل ونستنتج تأثير وضع خلايا الدم الحمراء في مثل هذا المحلول. نبدأ أولا بالكلام عن سلوك خلايا الدم الحمراء في المحاليل. نبدأ بالمحلول منخفض التركيز. المحلول منخفض التركيز له تركيز أدنى من التركيز داخل الخلية. عند وضع خلية الدم الحمراء في ماء نقي، حيث أنه مثال على محلول منخفض التركيز، الماء يتدفق إلى داخل الخلايا فتنتفخ الخلايا عند وضعها في الماء المقطر ثم تنفجر كما سبق أن شرحنا، نتيجة لدخول الماء بالخاصية الأسموزية من منطقة الجهد المرتفع في الخارج حيث المحلول منخفض التركيز إلى داخل الخلية حيث المحلول منخفض التركيز. انظر عزيز الطالب إلى الحالة الثانية، حيث المحلول متساوي التركيز هو المحلول الذي له نفس التركيز الموجود في داخل الخلية. عند وضع خلية الدم الحمراء مثلا في محلول متساوي التركيز، محلول متساوي التركيز في حالة خلايا الدم الحمراء هو محلول يحتوي على ملح كلوريد الصوديوم بنسبة 0.85%، فإن الماء يتدفق إلى داخل الخلايا وإلى الخارج بالتساوي، أي أن معدل دخول الماء إلى داخل الخلية وخروج الماء إلى الخارج يكون معدل متساوي، وتكون النتيجة أن لا يتغير شكل خلايا الدم الحمراء كما ترى، وهو الشكل الملائم لقيام خلية الدم الحمراء بوظيفتها. في الحالة الثالثة عزيزي الطالب، عند وضع خلايا الدم الحمراء في محلول عالي التركيز وهو المحلول الذي له تركيز أعلى من التركيز في داخل الخلية، عند وضع خلية الدم الحمراء مثلا في محلول عالي التركيز وليكن محلول يحتوي على ملح كلوريد الصوديوم بنسبة 5%، فإن الماء يتدفق إلى خارج الخلايا ثم تنكمش خلية الدم الحمراء نتيجة لفقدها كمية كبيرة من الماء وتصير بهذا الشكل. وأكيد عزيز الطالب أن تغير شكل خلايا الدم الحمراء نتيجة لفقدها للماء سوف يؤثر على قدرتها في القيام بوظيفتها المطلوبة منها. كلما زاد الاختلاف في التركيز كان التأثير أوضح وأبلغ على الخلية. كلما كان الاختلاف، أي بمعنى أصح كلما كان فرق جهد الماء بين الداخل والخارج في الخلية كبيرا، كلما كان تأثير التغير الحادث على هذه الخلايا يكون أبلغ وأوضح. ماذا يحدث عندما يشرب الإنسان ماء؟ تركيز الملح في ماء البحر يقارب 3.5%، فهو محلول عالي التركيز بالنسبة إلى خلايا الدم الحمراء، حيث أن تركيز المحلول داخل خلايا الدم الحمراء 0.85%. لاحظ الفرق بين التركيز، أنت شربت ماء البحر المالح حيث هو يحتوي على هذا التركيز من الأملاح، بينما تركيز الأملاح داخل خلايا جسم الإنسان خلايا الدم الحمراء هو 0.85، وهو تركيز قليل جدا مقارنة بتركيز الأملاح في مياه البحر. هذا يسبب تجفيف الجسم لأن خلايا الجسم سوف تفقد الماء بالخاصية الأسموزية ويتم سحب الماء من الخلايا، لذا يؤدي شرب مياه البحر إلى استنزاف سوائل الجسم حيث تفقد الخلايا الماء بالخاصية الأسموزية، وهذا يؤدي إلى تشنج العضلات وجفاف الفم والإحساس بالعطش. إذن عزيزي الطالب، شرب ماء البحر لن يؤدي الوظيفة المطلوبة حينما يكون الإنسان عطشان، ولكنه سوف يؤدي إلى زيادة الإحساس بالعطش. ما لدينا عزيزي الطالب مجموعة من الأسئلة على هذا الدرس. ما المقصود بفرق جهد الماء؟ هو الاختلاف في تركيز المحلول على جانبي الغشاء شبه المنفس، المواد المذابة
التي يمكنها أن تعبر الغشاء لا تؤثر في فرق جهد الماء. ما تفسير هذا عزيزي الطالب؟ المواد المذابة التي يمكنها أن تعبر الغشاء لا تؤثر في فرق جهد الماء لأن هذه المواد المذابة طالما أنها يمكنها أن تعبر الغشاء تتحرك بسرعة وتعادل التركيز حتى يصبح تركيزها متساويا على جانبي الغشاء. عدد أنواع المحاليل بالنسبة لفرق جهد الماء. المحلول منخفض التركيز وهو الذي له تركيز أدنى من التركيز في داخل الخلية. المحلول متساوي التركيز وهو الذي له نفس التركيز الموجود في داخل الخلية. والمحلول العالي التركيز وهو الذي له تركيز أعلى من تركيز المحلول في داخل الخلية. ماذا يحدث عند وضع خلايا الدم الحمراء في ماء نقي؟ الماء النقي محلول منخفض التركيز، لذلك فإن الماء يتدفق إلى داخل الخلايا ثم تنفجر. ماذا يحدث عند وضع خلايا الدم الحمراء في محلول كلوريد الصوديوم 0.85%؟ الماء يتدفق إلى داخل الخلايا وإلى الخارج بالتساوي، وبالتالي لا يتغير شكل خلايا الدم الحمراء. ماذا يحدث عند وضع خلايا الدم الحمراء في محلول كلوريد الصوديوم 3.5%؟ الماء يتدفق إلى خارج الخلايا وتنكمش. ماذا يحدث عندما يشرب الإنسان ماء البحر؟ تفقد خلايا الجسم الماء مما يؤدي إلى استنزاف سوائل الجسم وتشنج العضلات وجفاف الفم والعطش. فسر عندما يشرب الإنسان ماء البحر يصاب بالجفاف والعطش وتشنج العضلات. مياه البحر محلول عالي التركيز بالنسبة إلى خلايا الدم الحمراء، وهذا يؤدي إلى أن تفقد خلايا الجسم الماء بالخاصية الأسموزية، وهذا هو السبب في إحساس الإنسان بالعطش وإصابته بتشنج العضلات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.